الابتسامة بتاعتها سحرة وقادرة تسحر قلوب، لسانها بينقط عسل. احنا بنتكلم عن العسل، انثى برج الميزان. يلا بينا. اهلا باجمل عيلة واجمل ناس في الدنيا، برحب بيكم. يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة اشترك كالعادة عشان يتابع معانا كل اللي احنا بننزله. انثى برج الميزان، وبكرة فارسة أحلام الشباب العقربة إن شاء الله. أنثى برج الميزان فرفوشة أوي ودلوعة أوي وطاعمة أوي وشقية أوي ونغشة أوي ودمها شربات أوي. إزاي بعد كل الصفات دي مش عايزها تبقى عسل أوي؟ حساسة جدا الميزانية، ورومانسية أوي وسياسية، وعندها نسبة كبيرة أوي معقولة أوي من الذكاء اللي تقدر تضحك بيه على اي حد، خاصة حبيبها او جوزها، تخليه فاكر ان هو عمل اللي هو عايزه وهو في النهاية عمل اللي هي عايزاه. طريقة ساحرة فذة بتمتلكها الانثى الناعمة دي، صاحبة قوة ناعمة ضاربة، من الإناث اللي عندها قوة ناعمة بتستخدمها كتير قوي الميزانية مع كل الأشكال والأنواع والألوان. ما عندهاش مشكلة إطلاقا أنثى برج الميزان، من النساء اللي بتتمتع بجاذبية تناطح السحاب، الجاذبية بتاعتها أوفر، وهي من النساء اللي تستفز بجاذبيتها الرجال، يعني اللي تلفت الرجال وتلفت انتباه الرجال غصب عنهم، تبقى ماشي لا بيك ولا عليك كده وتحضر ميزانية خلاص ما تعرفش ايه اللي بيحصل، انت تتكهرب. احنا عايزين واحنا بنكمل كده كالعادة او ندوس لايك نوصل الحلقة لاكبر قدر من اصدقائنا، كله يعرف الميزانية ونشير كمان على قد ما نقدر، ده الطلب الوحيد المعتاد. تتمتع بمظهر أنثوي صارخ قاتل، تنافس أشد النساء في الموضوع ده كالبونبوناية مثلا، ومن الإناث اللي بتهتم بمظهرها قوي وشكلها قوي وأنوثتها قوي، والابتسامة بتاعتها تودي في داهية، أقسم بالله تودي في داهية، عليها ابتسامة ممكن تودي الاسم، مفيش أي مشكلة. والضحكة بتاعتها على مراحل، مش ضحكة واحدة كده، تلاقي ضحكة أنثى برج الميزان على مراحل، تمشي تدريجي كده كأنها مقطوعات مرتبة، كل مقطوعة أجمل من اللي قبلها وأجمل من اللي بعدها. أنثى برج الميزان من الإناث المميزة، ومن الإناث اللي هي مطلب كبير قوي لشريحة كبيرة قوي من الشباب، وأي شاب بيفهم واي شاب بيحب الحياة وعايز انثى تدلعه دائما تلاقيه كده لا ارادي محوط شمال على انثى برج الميزان، ولكن اذا قلبت عليك هتوريك النجوم في عز الدور. هي بتعرف تلف وتدور، وزي ما قلت من الإناث اللي تعرف ان هي تحط السم في العسل بالكلام المعسول بتاعها، وبتفهمك وبتخليك تعمل اللي انت عايزه، وفي الاخر تفاجأ زي ما انا قلت ان انت عملت اللي هي عايزاه. هي رمز للجمال والعدل والجاذبية، ومترددة، وفي احيان كتيرة بيكون صعب عليها ان هي تاخد قرار بشكل سريع، وده ممكن يضيع منها فرص مميزة او يجعلها تندم بعض. رقيقة، من النساء الرقيقة، بس ما تحبش الخنقة، ويعني لو انت شاب وهتخنق قوي وتتحكم قوي ورايحة فين وجاية منين ولابسة كده ليه، الميزانية بتحب الحياة وديها قدر كده من الحرية، ما تخنقهاش لان هي ملهاش ابدا صبر على الروتين. ايضا من النساء اللي ما بتحبش الروتين والمتمردة عليه واللي بتحب التجدد دايما، لذلك انت ممكن تخسرها لو كنت شخص روتيني، وهي حساسة جدا وتشعر بالاخرين. الميزانية مش غبية وما هياش محتاجة ان انت تقعد تلت وتعجن وتعجن وتهري عشان توصل لها اللي انت عايز تقوله، انت من اول ما بتتكلم هي بتفهم انت حاسس بايه، انت تعبان زعلان مبسوط فرحان، هي بتفهمك بسرعة، وعندها القدرة قوي بكلامها وحلاوة لسانها وابتسامتها بنت اللذينة اللي مودية معظم الرجال في داهية.
ان هي تقدر ونبرة صوتها كمان من النساء اللي بتتمتع بنبرة صوت مميزة جدا واحيانا جذابة لدرجة ساحرة، بتقدر ان هي تخرجك من الحالة اللي انت فيها، فرفوشة تفرفشك كده وتنعنشك وتدلعك، مش كئيبة اطلاقا. انت لو مرتبط بميزانية وكئيبة تأكد انت السبب، انت اللي جبت لها المرض ده، انت بشخصيتك الكئيبة او افعالك اللي غير راضية هي عنها وصلتها ان هي كده. من النادر جدا ان احنا نشوف ميزانية مكتئبة او على الاقل تطول في الاكتئاب ده اذا حصل يعني واكتئبت. من النساء اللي تقدر تخليك منشكح قوي، يعني انت مع الميزانية لو حطت في دماغها هتخليك منشكح، يعني هتديك كل شنكوح واخوه، ما تقلقش من الحتة دي لانها بتعرف تزوق الكلام بطريقة كبيرة قوي، لذلك تنفع مع الرجال اللي هي حاسة بنفسها الاسد، تنفع او مع رجل الاسد تظبطه وتدلعه وتحسسه ان هو ملك زمانه. لذلك نلاقي التوافق تحديدا مع الاسد من اعلى التوافقات مع الميزانية. انا بتكلم على رجل الاسد، وان كان لكل قاعدة طبعا استثناءات، ولكن الاغلب بينطبق عليهم الكلام ده. تحب اول المناقشة والمحاورة والمجادلة، وصعب ان هي يعني انت تكسبها في حاجة زي كده. هي من النساء اللي عندها اسلوب قاتل، حتى الحاجة لو غلط باسلوبها تخليك انت ممكن تقول ان هي معاها حق، تخليك ان انت ممكن تقول ان كلامها صح، وسهل سهل ان هي تخترق قلبك بسرعة قوي. سهل الميزانية ان هي تدخل وتربع وتقعد، وممكن قوي تضحك عليك. الميزانية من النساء اللي تجيد اللعب بالمشاعر اذا حبت، يعني الميزانية ممكن تلعب بمشاعرك لو حطت في دماغها، ممكن تهيأ لك ان هي بتموت فيه وان انت الاول والاخير وان انت يعني روميو زمانك، وممكن انت تكون هي بتلعب بيك في انها ممكن في بعض الاحيان. انا بقول ان هي عندها القدرة ان هي تعمل كده، ومش معنى ان هي عندها القدرة ان هي بتعمل، يعني فاهمين انا عايز اقول ايه، هي تقدر تعمل بس مش معنى كده ان هي بتعمل، لكن عندها المقدرة. وعشان كده انا في البداية قلت ان هي تقدر اوي تحط لك السم في العسل وانت ما انتش واخد بالك. ومن النساء اللي بتكب الرجل على ملا وشه، يعني اول ما تتعامل انت مع الميزانية وتسمع صوتها كده في التليفون وتشوفها وضحكتها وابتسامتها تجيب ورا، تبقى انت عامل عنتر تقلب من عنتر على حاجة تانية وتسلم. وسهل جدا الميزانية ان هي تخترقك حتى لو انت كنت غامض وتقيل وعامل فيها متحفظ. الميزانية وده تحديدا من اشد الاشياء اللي تجعلها مميزة، عندها القدرة ان هي توصل لسراديب قلبك من جوه وتعبس بها كيفما شاءت، بحنية وبهدوء وبنج، تنيمك كده هي بالبنج وتعمل اللي هي عايزاه وانت فاتح بقك ولا واخد بالك ايه اللي بيحصل لك، لانها بتتمتع باسلوب ساحر جدا ومميز جدا. لولا ان انا مش عايز اطول عليكم كنا هنتكلم اضعاف مضاعفة، ولكن عشان ما اوجعش دماغكم يا بخت من زار وخف يعني، فانا هزور واخف في حلقة النهاردة. اكتبوا لي اراءكم، انا بقراها كلها وبكون سعيد بيها كلها، حتى لو حد انتقد ما عنديش اي مشكلة، احنا عيلة واحدة ولازم نتقبل اراء بعض. واي حد بتشوفوا فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد ده نصاب، اعملوا ابلاغ واوعوا تثقوا فيه اطلاقا. واي حد بيرد باسمي برضه ما تثقوش فيه، ما تثقوش في اي حد. طريقتنا في الرد معروفة، هتلاقي حد يحوت شمال ولا يقول كلام ملوش لازمة مش احنا، على طول ابعد واعمل له بلوك. دي نصيحة. بشكركم جدا على المتابعة، شيروا بقى على قد ما تقدروا ودوسوا لايك عشان توصل لأكبر قدر من أصدقائنا. وفارسة الأحلام العقروبة موعدنا معاها بكرة، وإلى اللقاء.